سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. جات لكم فيديو جديد. اليوم غندير معكم واحد الدجاجه محمره في الفران، كتجي معمره بالرز، كتجي لذيذه، كتجي زوينه بزاف. وغادي نشارك معكم كاع المراحل. المهم غنديرو بصله هي كبيره بحال الكوكا، ثومه على حساب اللي بغينا، كزبر او معدنوس، المهم هي احسن حاجه انك ديروها بالليل والصباح طيبوها. انا غنديرها دابا في الصباح وغنطيبها في العشيه لحقاش بغيت نطيبها اليوم. سكنجبير، الملح، ما نكثرش الملح حيت غندير واحد الضامه ديال الدجاج، داكشي علاش ما نكثرش الملح. الابزار، فرن بالليل، وندير شويه ديال التحميره، شويه الضامة، غندير الضامة غنحكها، ندير شوية ديال الزيت، وغنخلط هادشي. كنديرو مزيان من الداخل، كنخشيو العمارة من الجناب هكا، المهم كنعمروها مزيان من كاع البلايص. انا غنخليها ترقد شي 5 سوايع بحال هكاك، ولكن هي احسن حاجه تبات، ولكن ماشي مشكل. نحلوها مزيان، هكا وغادي نخليها في الثلاجه. دابا غادي نوجد ليها الخضره، صافي غندير في الثلاجه. المهم رجعت نكمل معكم الفيديو بعد ما الدجاجة ترقدات مزيان، طلق داك الماء ديالها، سلقت الرز باش نعمرها بالرز، ندير الرز اللي غادي نعمر عليا، نعمرها مزيان، معايا عمرتها مع مقطع لها هاد الجلده ديالها، غادي نسدها غير بكيغدو كامله. شوفو
مزيان. المهم انا غنسدها ونكمل معكم الفيديو. المهم هاي سديتها هنا مزيان، لحقاش منها تدخل الفران كنبقاو نقلبوها باش ما تحلش. الماء غادي ندير هاكا شويه الماء، ندير في هذا صافي صافي، وغندخلها الفران. غندير الفران مهيل بزاف، وغنبقى كل شويه ندورها نقلبها ونتشكها بالموس باش داك الماء ديالها يخرج، باش ما نزيد لا ما لا والو، باش تحمر مزيان. كل شويه غنبقى ندورها والفران يكون مهيل بزاف، والخضره الخضره ديالها غادي نسوطيها. وغادي ندير معكم واحد التحليه، انا غنوجد كل شيء ونرجع نكمل معكم الديسير. غنصايب تيراميسو، وما نقول لكم المقادير نصايبهم. كندير ربعه البيضات، هنا ثلاثه الحامضات، كتحكموا في الحكاكه الرقيقه، هاد الرقيقه بحال هكا كيتهم، وعصرت ليهم الحامض ديالهم تما، عصرت على هاد الحامضات. كاس ديال العنبه، كاس لاروب تقريبا، مع هكا مع مرش كاس لاروب تقريبا، بواطه ديال الماسكاربو فاني. المهم دابا غادي نبداو نطيبو، غادي نفرق هنا الصفر بوحدو، وغندير البيض بوحدو باش نطلع داك البيض ديال البيض، نتوما طلعوه بالباتور. خاصنا بقى نطلعو ونديرو يتطرب باش يطلع، ونكمل معاكم الفيديو باش بلا ما نصدعكم. ها هو طلع بحال هكا، غنديرو في التلاجة يبقى يبرد شوية، ما حدين نوجد هادشي، نوجد داكشي الآخر. كندير السنيدة، خصهم يتطربو مزيان. ضربوه مزيان حتى ديك السنيده تذوب، حتى ما كيبقاش صفار. هكا شويه غادي ندير ثلاث معالق ديال العسل ديال الحامض، ديال ثلاثه
طبقه غير صغيره، ديروا ثلاثه كبار. خلطوا مزيان، سيب عليها. تاهو نخلطوه معاه مزيان، ندير هذا الحامض اللي حكيت ندير منه غير شويه، ندي هذا المهم نخلطو مزيان ونكمل. المهم بعد ما حركتو مزيان كنبقاو نزيدو البيض ديال البيض، كنبقاو نزيدو غير بشويه باش هادشي باش هاد البيض ديال البيض ما يطيحش. نحركوه بشويه من الفوق هكا لتحت، هكا شويه هيا تعالي تخلط كلشي. نجيب فينا نديرها التبصيل، ندير الحامض والحامض غنزيد معاه شوية الماء باش نهرس ديك الحموضة اللي فيه. نخليوش بزاف بالزربه نديروه باش ما يجيناش معجن.
تقعدوا على حسب المول هكا. كاش بقاو ديرو غادي نعاود طبقة أخرى. بحال هكا غنبقى نكمل هذا طاش. المهم كملت هذا عمرتها زيد تنقادو بحال هكا مزيان. ماما قادت هكا اليوم ندير الحامض هذاك القشور الحامض اللي حكيت بحال هكا. ايوا هاهي التيراميسو ديالنا وجدات. غنديرها تبرد على الاقل واحد 4 السوايع. هي الا باتت كتجي حسن مي على الاقل خلا واحد 4 السوايع. وداكشي اللي شاط ليا غنديروه في شي بول يكون صغير وكملوا معايا الفيديو. بعد ما كملت الديسير والدجاجه قريبه تحمر جد دابا باش نسوطي الرز ونسوطي الخضره. الرز كندير فيه شويه الزبده والبصله غنشحرها شويه عاد نزيد عليها الرز. ندير فيها شويه الملح غندير فيها غير شويه الملحه وشويه البزار خاصها تصوطا مزيان حتى تعسل عاد نرمي عليها الرز. هنا البصلة ديالنا تحمرات زدت عليها شوية ديال قزبر معدنوس وزدت عليها واحد الربيع ديال الضامة ديال البنة. وهنا درت غير اللوبيا تصوطا عادية بشوية زبدة وشوية البزار والملح والثومة والربيع. عندي شويه الزبده على الرز
حطيت لاصوص من ديال الدجاج غير شويه. غنزيد نسوطي حتى طيب البطاطا. اللوبيا مرك عليها السلطه فينا، غندير خيزو حتى هو بشويه د الزبده و كبره معدنو في الثومه. صافي الروز حتى هو تسلطنا نحيدو، باش ندير البطاطا، حتى البطاطا ندير هاد اللي عندي لها بحالهم. نزيد شويه الملح والبزار، نحطو شويه خيزو بارك عليه. دابا نستنى غير بطاطا تسوطا صافي. عشايا هو وجد، حطيتو للضياف ديالي والطراميسو حتى هي وجدات، انا نقطعها وتشوفوها كيفاش كتجي.
ها هو التيراميسو ديالنا وجد، لقيتوني الله جبدتو، احسن حاجه انه يبات. غير انا درت لي دابا 4 سوايع، مي صافا راه مزيان، ها هو قطعنا لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. وكنتمنى تشتركوا معنا في القناه وديروا لنا لايك واشتركوا، فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.